مشاهدينا، شو رايكم احنا وياكم نروح سوا بمشوار بلبنان؟ بس لوين تحديدا؟ هلا بنعرف سوا من كريم الخطيب. اهلا وسهلا فيك كريم. اهلا وسهلا فيك كريم. اليوم وعدتنا اصلا اخر مره نحكي عن المغاور الموجوده بلبنان، واليوم بدايه يعني قبل ما نحكي عن تاريخ المغاور، شو هو علم المغاور؟ اليوم فكروا العالم انه المغاور هي بس سبور، عباره عن واحد بفوت على مغاره بشو يتفرج عليها وبيطلع لبرا، ولكن هي مو تكنيك للاستكشاف. المغاور هي سبيليولوجي، وهي علم المغاور، سي اون سيونس واحد بيدرسها اون باراليل مع الجيولوجي اللي مشينا ندرسها نحن صغار بالمدرسه. فانا حبيت انه هذا الموضوع نحكي فيه اليوم، لانه هذا الموضوع مش كثير اليوم في اويرنس عليه بالمجتمع، والبلد مش عم بتساعد انه نحافظ على هدول المغارات، ومع انه هذا الشيء كثير حلو، هو اساس السورس اوف لايف تبعنا اليوم، المي اللي بنشربها اليوم بلبنان كلها بتمرق كل المغاور. اذا تاريخ استكشاف المغاور من اي متى بلش؟ هلا بلش هو عمر المغاور بيرجع على الاف وملايين ومئات الاف وملايين السنين لورا. ولكن نحن بسنه 1951 بلشت هيدي استكشاف المغاور عن طريق اربع اشخاص، اللي هن اكبر اربع اشخاص اليوم بنذكر اسمه باستكشاف المغاور، اللي هن سامي كركبي، البير انافي، ريمو خوام، وليونيل غرة، اللي هن اول اربع اشخاص كان عندهم هيدي الجرأه يفوتوا يستكشفوا اكبر مغاور لبنان، مثل مغاره جعيتا اللي اليوم نعرفها. متفرج هيدي كولون بمغاره جعيتا، من اكبر الكولونز لبنان. وفي انواع كريم من المغاور؟ اي نعم، في انغرو في نوعين مغاور بلبنان، اللي هي مغاره اللي تعتبر هي اوريزونتال، اللي واحد بفوت بيمشي اوريزونتال مثل مغاره جعيتا، وفي نوع ثاني اللي هو الهو اللي بسموه انغوخ، اللي بتيجي فيرتيكال، يعني واحد بينزل فيها بيستعمل شيء اسمه اس ار تي سنجل روب تكنيك، اللي بينزل عن طريق الحبال مثل الرابيل، ولكن اتس توتال ديفرنت كايند اوف سبورت. فالا حتى بتكون في معدات كمان، الا معدات خاصه كليا مختلفه كثير عن الرابيل. يعني هون هذا تكنيك لسبيليو سكول للانقاذ بالمغاور، حنحكي عنه باخر بورت بالهيدا. كريم، المغاور ما بيشبهوا بعضهم من الداخل، يعني بيصير في تشكيلات داخل المغاور مختلفه عن بعضها، شو هي الاسباب وانواع التشكيلات؟ هلا مين اللي كل 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 مغاره حسب وجودها وحسب التيار المي اللي بقلبها وحسب الهواء، وفي اشياء ما كثير بنقدر نعرفها، يعني عن طريق الاف الملايين السنين اللي تشكلت بيطلع عندنا كثير تشكيلات مختلفه بقلب المغاره. في بالصور هلا بيطلع عندنا ديفرنت كونكريشنز بركي بنحكي عنهم. هن محددين يعني التشكيلات بالمغاور ولا بضل في الستالاجميت؟ في ستالاجميت اللي بتطلع من تحت، الستالاكتيت اللي بينزلوا من السقف، في الكولون لما الستالاجميت والستالاكتيت يلزقوا يعني بدقوا ببعض، في الكيرتنز اللي هن بيسموهم، هي عباره عن ستالاكتيت نازله بس بيجي شكلها مثل البرديه مثل الغيدو، في الرايم ستونز كمان، يعني في عده تشكيلات بتطلع بالمغاره. نعم. هلا المغاره دائما بدها عنايه، يعني كيف بتتم العنايه بالمغاره؟ للاسف شو المشاكل اللي ممكن تكون متواجده؟ هلا للاسف اليوم الاسباب اللي عندنا بلبنان مش موجوده برا، وبنزعل عليها، انه الزباله اللي انكبت اليوم بمحلات عشوائيه اليوم ادت انه تعمل بولوشن قبل المغاره، خصوصا انه لما تشتي المي وين بدها تروح؟ بالاخير بدها تتصب قبل المغاره، انه هذا الباث تبعها وهي طريقه وهذا منبعها، فما في اهتمام لهذا الموضوع، عم بيلاقوا محلات عشوائيه يكبوا فيها ليخبوا زباله، في محلات بنلاقي انه المغاره انسدت بالزباله، هذا الشيء بيزعل كثير على هالموضوع. البلديات ما عم بتساعد، الكلبز المسؤولين عن هذا الموضوع ما قادرين يمولوا حالهم. في عندنا بلبنان نوادي بتهتم بالمغاور؟ لانه بعدنا عم نقول انه ما في توعيه كافيه بلبنان. هن اهم ثلاث مغاور بلبنان هن الاس سي ال اللي هو سبيليو كلوب دي ليبان، اللي هو الكلوب الاساسي اللي تاسست 1951. بيجا في كلوب تاني اسمه جارس اللي تأسس 1988، وكلوب تالت اسمه الاس تأسس سنة 1994. السبيليو كلوب هو الكلوب بايونير اليوم بلبنان، واللي هو في بارتي من الشيء اسمه اي اي اس، اللي هو الانيو انترناسيونال دي سبيليولوجي، الاتحاد العالمي لاستكشاف المغاور، وهو كمان يعني كثير بايونير بهذا، وبضل بيشارك بكل شيء اكسبيديشن بيصيروا عالميا، ريسنتلي بعمان، تنزانيا، ايران، فلبين، عطونا عنه مشاركات خارجية. يعني احنا موجودين عالميا، يعني على خريطة بايونيرز كمان، رواد نحن. هلا بدنا نشوف سوا صورة، صورة مغاري، ريت تشرح لنا عنها أكثر. هلا هون هدول الصور عم نشوف هون على الليرة، عم نشوف هون قد إيه أهمية استكشاف مغارة جعيتا بالسنة 1950 والستينات، لدرجة إنه انطبعت على الليرة اللبنانية. اليوم يعني كريم استكشاف المغارة هي رياضة خطرة كمان، يعني ايه انا ولا مره طلعت من البيت الا ماما خفت علي كثير وقالت لي بلاقي لك هالشغله، بس برجع بقول انه استكشاف المغاور هي رياضه مثل حلا رياضه ثانيه اليوم،
كل الرياضات اليوم في لهم ريسك، بس الواحد لما بده يروح يتدرب كيفينج لازم يتدرب، يعني لازم يعمل سيشنز تدريبات خاصه لقدر ينزل على المغاره، لان كان اوريزونتال ولا فيرتيكال في حمايات لازم يتعلمها، ولازم يكون كثير متشول لقدر يفوت ويطلع بسلامه. واكيد يعني بيكون مجهز، مش اي حدا ممكن يفوت يلاقي مغاره ويفوت يستكشفها. اكيد يعني. لا طبعا في لها علم خاص للواحد يفوت عليه يستكشف مغاره. يعني برايك الحوادث يلي نحن شدناها بالمغاور هي ناتجه عن قله وعي طبعا. وعي لانه اذا كنا نحن محضرين حالنا وميين حالنا ما في طبعا. خطر علينا انه نتعرض لمشاكل، هيك بنفهم منك كلام. اكيد في 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 كلب خصوصي اسمه سبيلو سكور، اللي هن عباره عن جروب من هالثلاث جروبات الموجودين بلبنان، بيعملوا تدريبات سنويه خصوصا ليقدروا يحافظوا على الـ على على ستاندار معين بلبنان بالتدريب اللبناني. وبحال حدا صار معه شيء خلال زيارته لمغاره او لاستكشاف مغاره او عمل اكيد بمغاره، في فرق خاصه مع معدات خاصه لهذا الشيء، مدربين من المدرسه الفرنسويه بفرنسا. يعني الصوره اللي شفناها هن فرق انقاذ كانوا عم بيعملوا، هن انا والتيم تبعنا اوكي كنا عم نعمل تدريبات، وطبعا بنطبقها اخر بالاوت دور بنرجع بنطبقها بالكيف لانه سام لون بروسيدور. يعني ما لازم نخاف على حالنا، نحن عندنا عملية إنقاذ مهمة بلبنان. الحمد لله ولا مرة صاير حاجة لهالموضوع، إن شاء الله ما بيصير حاجة للموضوع، بس مشان ما نقول يا ريت في عنا. إن شاء الله يتضوى كمان أكثر على الموضوع ويصير في اهتمام كمان مثل ما ذكرت. نتمنى يكون في مثل يجي تمويل لهدول الكلابز، لأن هدول الكلابز هن عبارة عن كلابز إن جي أوز، يعني ما عندهم تمويل بيمولوا حالهم من الكوتيزاسيون تاعولهم، فبنتمنى بيجي مساعدات لهدول الكلابز ليحافظوا على هدول المغارات، ليحافظوا على الماء اللي بتنشر اللي الشعب اللبناني كله بيشربها. ونتامل يعني. شكرا لك كريم، نحن اكيد الاسبوع الجاي كمان لوين بدنا نطير؟ سيربريز. شكرا لك كريم على كل المعلومات كمان اللي قدمت لنا اياهم.